معي على الهاتف الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه لجامعه القاهره. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. يعني ايه دولتين يوقعوا على ترسيم الحدود ويقولوا ان هي دي طبقا للقوانين الدوليه؟ انا عايز بس حضرتك تشرح لنا التسلسل اللي بيحصل بعد المفاوضات، خلصوا الترسيم، مضوا عليه، وافقوا عليه، ويتم اختار الامم المتحده. ايه الاجراءات اللي هيتم اتخاذها بعد كده؟ طبعا بداية يجب الإشارة حضرتك إلى أنه هذه الاتفاقية تمت من خلال جولات تفاوض يعني خلال الفترة الماضية، وأخذت بعض الوقت وبدأت تقريبا 2018 و19 ووصلنا في النهاية إلى هذا التوقيع المشرف بالنسبة للطرفين، وأصبح اتفاق وفق لقواعد القانون الدولي حضرتك اتفاق شارع، بمعنى أنه سينتقل من قبل الدولتين إلى الأمم المتحدة لإيداعه في المنظمة الدولية، وبالتالي سيأخذ صفة المصر. هل هو اختار للأمم المتحدة أم رغبة في الحصول على الاعتراف الدولي أو الموافقة من الأمم المتحدة؟ يعني هل إحنا ليس موافقة أستاذ محمد، هو اختار مباشر، اختار بس اختار مباشر للإجراء الذي تم وفق قواعد القانون الدولي، وهو ما حرص وزيرنا سامح شكري على التأكيد عليه في مضمون كلامه، وأكد عليه أيضا الجانب اليوناني. هذا معناه أن الاتفاقيات حينما يتم إيداعها في الأمم المتحدة هو بهدف إصباغ الصفة الدولية للتنظيم الدولي المسؤول عنه الأمم المتحدة، لكن هو اتفاق شارع تم بمقتضى قواعد القانون الدولي ووفق للنصوص القانونية، وتم تحديد المساحات الخاصة بقواعد هذا القانون، سواء تحديد مساحات الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الخالصة، مناطق التماس الاستراتيجي. إذا نحن أمام اتفاق كامل، وهو اتفاق شامل بالضبط. اتفاق أولا يجب الإشارة إلى بعض الأمور مهما. أولا اتفاق مشرف للدولة المصرية، لأنه بيستكمل في هذا التوقيت ترسيم الحدود من جانب قبرص ومن جانب اليونان، والعلاقات مع البلدين كانت بداية لحركة مصرية كبيرة، والسياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية الرئاسية منذ سنوات حينما اتجهنا إلى أقليم شرق المتوسط وبدأنا هذه الخطوة لكلنا زي ما حضرتك تعلم، وتوجد بهذا المنتدى منتدى غزة الشرق المتوسط واللي ضم أغلبية هذه الدول. وبالتالي أعتقد أن هنا في نقطة مهمة جدا يجب الإشارة إليها أستاذ محمد، إنه سيتيح لحضرتك مساحة الحركة وفق لهذه الاتفاقية للبحث والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وبالتالي ما هذا اللي أنا قلته لك الصفة بالضبط. فبالتالي في تداعيات مباشرة وآثار مترتبة على هذه الاتفاقية اللي حضرتك شفتها، لأنه حينما تم ترسيم الحدود مع الجانب القبرصي انطلقت مصر للبحث والتنقيب وحافظنا على مواردنا الطبيعية وعلى الثروات الطبيعية، وبدأت عمليات التنقيب بصورة إيجابية وكان لها ثمار جيدة علينا في مصر. وبالتالي طيب دكتور مع الجانب اليوناني. تمام دكتور طارق، بهذا الترسيم هل تكتمل الحدود المصرية البحرية بالكامل؟ لأن احنا عندنا الترسيم معتمد ما بيننا وما بين ليبيا، ترسيم موجود، وايضا اصبح ما بيننا وبين قبرص وبيننا وبين اليونان. هل يوجد ترسيم اخر مثلا مع فلسطين، مع قطاع غزه، مع اسرائيل؟ هل ده تم الانتهاء منه؟ لا لسه طبعا، احنا لم نرسم الحدود البحريه مع الجانب الاسرائيلي حفاظا على وحده الاراضي الفلسطينيه وحقوق الشعب الفلسطيني. أن يقوم طبعا، فهذه النقطه مع الجانب الاسرائيلي، الحدود البحريه لم ترسم لاعتبارات متعلقة بحفاظ مصر وفق سياستها الخارجية على الأراضي الفلسطينية إلى أن يقوم الكيان الفلسطيني ممثلا في دولته المستقلة. أما مع السلطة الفلسطينية وقطاع غزة أيضا هذا الأمر سيتكرر إن شاء الله بعد قيام الكيان الفلسطيني بالكامل، لأن الحدود الآن مع قطاع غزة ليست بالصورة النهائية. لكن لابد أن أشير لحضرتك أنه الجانب الفلسطيني توجه بطلب إلى الجانب التركي لرسم حدوده معه، وبالتالي نحن في إقليم الآن يحتاج إلى مراجعة، لأنه زي ما حضرتك تعلم أيضا هناك أطراف سورية ولبنانية
أيضا لم ترسم حدودها، يعني هناك نزاع إسرائيلي لبناني على ما يعرف باسم بلوك 9 طبعا يحسم الخلاف فيه، وهو طبعا خلاف بيقوم بيه بدور الوسيط في الجانب الأمريكي حتى الآن ولم ينجح، لأن هو أحد المناطق الغنية جدا بالموارد أو متوقع أن يكون غنية بالموارد طبعا بالتأكيد حضرتك. فبالتالي في حالة من لسه حالة من السيولة السياسية والاستراتيجية بين علاقات دول إقليم شرق المتوسط لترسيم هذه الحدود، لكن إجمالا هو طبعا هذا الأمر إن شاء الله سيتم من خلال منتدى غزة المتوسط حينما سيتم ترتيب الأوضاع داخل المنتدى. مصر كانت رؤيتها كبيرة وأعتقد كانت الخطوة فيها نوع من الاستباق والتأجير الاستراتيجي على أعلى مستوى حينما تم تدشين فعاليات هذا المنتدى، لأنه طبعا المنتدى بيرتب علاقات طبعا تشمل دوله بصورة كبيرة طبعا. وفي نقطة في غاية الأهمية حضرتك وهو ترسيم خطوط الغاز الجديدة في الإقليم وأثرها. طبعا أنت عند حضرتك إمكانيات هائلة في مصر لعملية التسهيل في إدكو ودمياط، كل الأطراف كل تسعى إلى حضرتك كل الأطراف طبعا، وهتبقى تسعى بعد كده أن أنت اللي تنقل لهم الغاز ده عبر الأنابيب اللي احنا هنمدها. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنا بشكر عليك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.